الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. هذه حدوث اليوم بايتين لليوم برعايه تونيزيا سيرفي. نبداو كما العاده برج الحمل ونقولوا نهار اليوم يدعوك للتفكير الجيد قبل ما تصرف في اي شيء على جميع المستويات. برج الثور، الرفقه مع الشريك العمر تنسيك في همومك ومشاغلك وتحس بالهناء. برج الجوزاء، تسمع اخبار حلوه يخص وضع صحي او مهني خليك مهتم اكثر. برج السرطان، ركز على الامور الاساسيه وما تشغلش روحك بالامور الثانويه. برج الاسد، دافع على انجازاتك اليوم ما تتهاونش بها، انت اليوم مش انت البارح. برج العذراء، قد تكون تطورات كلها لمصلحتك في الايام الجايه. برج الميزان، حاول باش تكون عادل ومنصف اكثر مع شريك حياتك وهذا افضل للناس الكل ويخلق جو ايجابي اكثر. برج العقرب، نهار اليوم مخبي لك برشا حاجات ايجابيه تتحفر في ذاكرتك. برج القوس، نهار يحمل برشا ايجابيات ويدعوك للاستثمار بحريه. برج الجدي، الحوار هي الطريقه الصائبه باش تاخذ قرارات صحيحه. وبرج الدلو، فما قرارات عاطفيه باش تاخوها وباش تكون حكيمه وحاسمه. نوفو برج الحوت ونقول له انت محتاج للراحه، نظم امورك بشكل يتفق مع اللي تخطط فيه وما تنساش باش تاخذ قسط بالراحه. كانت هذه حظك اليوم بايتين لليوم برعايه تونيزيا سيرفي. حبيت نفكركم اللي اي شركه تحب على استبيان رقمي تتصل بتونيزيا سيرفي وان شاء الله تكونوا بالف خير. باي باي.